كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. دقيقة حظ. صباح الفل، مرحبا فاطومة، شنو حوالك؟ صباح الفل، مرحبا. نبدأ مع الحامل الفرحة من نصيبك وإفاق مهنية جديدة، القلب ديما فرحان، استنى أخبار مزيانة وين تعيش حظوظ استثنائية، عكس الثور اللي لازم يسيطر على وضعيته مع الحبيب. لكن الشيء اللي فرح هو أموره المالية والمهنية نهاير مناسب باش تخطط وتناقش وتدخل في مرحلة استثمار. قل لي تراه أما خير ولا تبقى تفندق في فلوسك يمين ويسار سي شباب؟ إيش كرك تشوفي فيها قاندس فيهم بالبولا؟ راني غير شهر بركة نبقى نفندق في فلوسي مين يسار خير. كان فما هذوما. ونصيحتنا للجوزاء، ادرس خطواتك مليح مليح وما تستهنش بمشاعر الحبيب. إيه سرطة ناس جديدة تدخل لحياتك، نحبك تستقبلهم بكل حب. انت نابليون، انا كمان نابليون، وانا كمان نابليون. انشانتي. معناتها اليوم الصباح شنو اصبح هكا؟ تفضلوا، مرحبا مرحبا، تفضلوا، والله مرحبا، والله ما تدخلوا لحياتي، والله مرحبا بكم، تفضلوا، والله منورتي، اقعد خش بك، واقف في حياتي، اقعد ارتاح كويس تي ايش بيه. ومحليها هيك الحماسه اللي عند الاسد يهتم ببعض القضايا الشخصيه ويتخلص من بعض السلبيات، والايامات اللي فاتت ما كانتش باهيه الحقيقه عند العذراء. اما على وخيتي جيب فارغ، والشيء هذا خليه متقلق، لكن الفلك يعدك بالخير والكسب الايامات الجايه. الميزان، قرارات حكيمه في طريقها ليك، توسيع افاق وابواب مهنيه جديده تستحق منك برشا تركيز. نتعداو للعقرب، حاول انك تراجع مليح مليح خطوه وحدد أولوياتك وإمكانياتك قبل أي قرار. هو كل واحد يزم يركز في خطواته معناتها بالقلب. أكيد. القوس. عندك مشكلة قبل ما تشرب قهوتك ما تنجمش تتكلم. ماني وليت نشربها من غير سكر. ماك تشربها كم. القوس، نجاح وأرباح كبيرة في طريقها ليك، والحب راهو يدق عليك الباب. الجدي، نحبك تراجع روحك وتعلم من تجاربك السابقة، نغلطوا مرة راهو مش عشرة، ودلو يتجاوز بعض الخلافات وتتغلب على بعض الصعوبات المهنية. ونختموا مع الحوت، حاول مرة اثنين ثلاثة كان زملي توصل تحقق أهدافك، والفلك يعدك بنجاحات مهنية.